في الولايات المتحدة أيضا أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته ميشيل سيشاركان يوم الثلاثاء المقبل في ولاية تكساس في حفل تكريم ضحايا حادث إطلاق النار في قاعدة فورت هود الذي أدى إلى سقوط 13 قتيلا و18 جريحا. مشاعر الحزن لا تزال تمتزج بالصدمة والذهول هنا في قاعدة فورت هود الأمريكية، أكبر منشأة عسكرية في العالم. فالمأساة التي أوقعت 13 قتيلا و28 جريحا في انتظار أن يخرج المسؤول عنها الضابط نضال مالك حسن من غيبوبته حتى تنكشف الأسباب الحقيقية وراء فعلته. ومع إعلان أسماء القتلى 13 يتضح أن من بينهم جندية حبلى كانت في طريق عودتها إلى منزلها. كانوا شجعانا في أسرتهم بالجيش، كانوا شجعانا كجنود ومدنيين، وبالنيابة عن أمتنا الممتنة نحيي وطنيتهم وخدمتهم وذكرهم. البيت الأبيض أعلن أن الرئيس باراك أوباما وزوجته ميشيل سيتوجهان إلى القاعدة الواقعة في ولاية تكساس لتكريم ضحايا الحادثة التي وصفها أوباما في كلمته الإذاعية الأسبوعية بالأسوأ في قاعدة أمريكية. لا يمكن أن نعرف على وجه تام الأسباب التي تدفع رجلا لفعل مثل ذلك الشيء، لكن ما نعرفه هو أن أفكارنا ومشاعرنا مع كل رجل أو امرأة مصاب جراء الحادث ومع أهالي الضحايا الذين قتلوا. ولا يزال ما حدث يثير تساؤلات الشارع الأمريكي بمختلف أطيافه وأجناسه وأديانه حول دوافع الطبيب الضابط نضال مالك حسن الذي كان يعالج العسكريين العائدين من العراق وأفغانستان ممن يعانون من صدمات نفسية. بحكم مهنتي كمصفف الشعر أتحدث إلى كثير من الجنود وأكتشف أن مقدار ترحالهم إلى مناطق القتال يزيد التوتر إلى أعلى درجاته، وأعتقد أنه قد يصل الأمر إلى مرحلة الانهيار في نهاية المطاف. لديه الكثير من المؤهلات، تلقى الكثير من التدريبات، ولكن هذا لم يكن كافيا لأنه في النهاية بشر يمر بتجارب كثيرة، ولسوء الحظ فقد جانبه الصواب وأوقع بكثيرين بلا ذنب. لكن رغم أن الحادث هو الأسوأ في تاريخ القواعد العسكرية الأمريكية، إلا أنه في نظر كثيرين أبرز مواقف بطولية للبعض، ومنها شجاعة الشرطية كيمبرلي مونلي والتي أدى تدخلها إلى وضع حد لمزيد من القتلى رغم إصابتها بجروح خطيرة خلال المواجهة. كما أن مشهد الجنود في القاعدة وهم يحاولون إنقاذ زميلهم الطبيب الضابط هو الآخر مثار إعجاب وإبهار للأمريكيين.